في قرار مفاجئ عده البعض متوقعا والبعض استغرب، وزير العمل يأمر بحل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية. وأيضا معنا في أهل لهذا المساء، وزارة التجارة تطلق برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهل. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث أكدت مصادر إخبارية أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أمر بحل مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية في قرار عده البعض مفاجئ والبعض توقعه، وأمر بتعيين مجلس جديد مؤقت يتولى إدارة الانتخابات المقبلة. راح نفتح هذا الملف وأمور أخرى تتعلق بمجلس إدارة الجمعيات التعاونية، لكن بعد ما نتابع احنا وياكم هذا التقرير. أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرارا مفاجئا بحل مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية برئاسة الدكتور ناصر ألتويم دون الكشف عن أسباب القرار. وأكدت مصادر إخبارية أنه تم تعيين مجلس جديد مؤقت برئاسة أحد مسؤولي الوزارة وعضوية 4 جمعيات تعاونية بالرياض والباحة وحائل، إضافة إلى عضو من وزارة العمل. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الجديد سيتولى إدارة الانتخابات المقرر عقدها في شهر رجب المقبل، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية تأجيل الانتخابات. يذكر أنه تم إنشاء مجلس الجمعيات التعاونية في 9 من شهر ربيع الثاني لعام 1430 بموجب المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار من مجلس الوزراء، ويتكون المجلس من 17 عضوا يمثلون الجمعيات التعاونية في المملكة والجهات ذات العلاقة بالعمل التعاوني. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في الاستديو الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، كذلك ينضم معنا المستشار القانوني الأستاذ محمد السنيدي. حياكم الله معنا جميعا في برنامج يا هلا، وطرحنا لهذا الملف ما يتعلق بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية بقرار من معالي وزير العمل الدكتور علي الغفيص. أبدأ معك دكتور محمد، وأنت رئيس سابق لجمعية حماية المستهلك وكذلك عضو في مجلس الجمعية التعاونية، هل ترى أنها خطوة قانونية ما تم اتخاذه؟ أنا أعتقد السؤال هذا نحوله للمستشار محمد بن عبيز. للمستشار محمد، طيب يعني كقانوني يعني أنا اللي وجه يكون السؤال أفضل. مو بنت اللي توجهه، أنا داري أسألك. بس هو المتخصص، فأنا أسألك إذا كنت بتدير اللقاء حياك. لا 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 لا، طيب اتخاذ مثل هذا القرار هل كان متوقعا؟ هل هذا القرار يعني وش اللي ضايق، يعني في أحد تضايق من هذا القرار؟ ليش تضايق؟ تضايق لأن لا تنسى لك السؤال ما قلنا هو ليش صار القرار. شكلت لجنة، لأنه لا تنسى في عهد الملك عبدالله اعتمدت تبرع الملك 200 مليون للجمعيات التعاونية وحولوه لمجلس الجمعيات التعاونية على أساس يوزعوا على الجمعيات التعاونية. فهو الوزارة لاحظت، سوت لجنة من في شهر 11 الماضي هجري، فلاحظت عليهم ملاحظات مالية وإدارية، وبناء طبعا حاولوا يشكروا اللجنة تتفاهم مع المجلس على أساس أنهم يحلون المشاكل اللي عندهم، ما وجد فيهم تفاهم، لذلك صدروا القرار بسبب وجود هذه الملاحظات. فالقرار ما هو جاء والله ارتجال ولا رد فعل، نتكلم عن قضية لها الآن لا يقل عن 7 شهور. والمئتين مليون صار عليها عاد، هذه عاد لازم نتوقع احنا الآن نطالب يعني حتى تشكيل محاسب قانوني خارجي يبحث في الأوراق وين راحت الفلوس. أكيد أنهم طبعا فيه إشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية في ذاك الوقت على المبلغ يعني. فحنا الآن هو ما جاءت القرار رد فعل ولا ارتجال، رد لأشياء سابقة يعني. تشوفوا أنت ممن يعدهم كان متوقع مثل هذا القرار؟
والله شوف انا ما اقدر اقول انه متوقع، لا متوقع، اللجنه اللي راحت ما اصدروه يعني والله برد فعل ولا ارتجال، لما شافوا مسببات لهذا القرار تم اتخاذه. طبعا هالمسببات بعرفها، المسببات قلنا له انه قاله ملاحظات ماليه واداريه، يعني فساد ما نقدر نقول، لكن احنا اكيد انه في شيء من هالكلام هذا، انه لو ما في ملاحظات ماليه شافوا عندهم اشياء غير طبيعيه كان ما سوى لجنه، كان لقى الامور مضبوطه يعني. طيب وش رايك يا محمد؟ والله من ناحية قانونية، من ناحية قانونية عطنا مثل هذا القرار والحيثيات اللي بني عليها وإن لم تكن قد وضحت في قرار مع الوزير. نعم، بالنسبة أي قرار يصدر لابد أن يستند إما لنظام أو لقرار من مجلس الوزراء يعني بإذا أو أنه أمر سامي، يعني حتى يكون يستند على قوة نظامية. الوزير ماذا استند إليه؟ لم يعطى حق حل المجلس، أعطي حق التعيين فقط، وهذه أنا أرى أنها ثغرة موجودة في التنظيم. يعني مسألة الحل غير موجودة، يعني أنا بحثت من خلال النظام لم أجد نظام مجلس نظام الجمعية التعاونية، لأنه لا يحق حل المجلس، لأن النظام صريح ما أعطاه هذا الحق أبدا، أعطاه حق التعيين فقط، وإنما جعل للجمعية العمومية ذلك الحق. الجمعية العمومية هي المظلة الرئيسية يعني على قرارات الوزير، على الـ نفس الجمعية، على كل شيء يتعلق بذلك الجانب. وهذه ثغرة موجودة ترى في التنظيم، أنا مستغرب كيف أنها فاتت. طيب كيف هي ثغرة موجودة في التنظيم؟ نعم. خليني أبني على كلام محمد، نلاحظوا مخالفات مالية موجودة. نعم. ونتكلم عن 200 مليون الملك عبدالله الله يغفر له يرحمه أمر أنها يعني يكون هذا المجلس وتوزع على الجمعيات التعاونية. جيد. فهو في الكلام السند انه في مخالفات اداريه وماليه خلت الوزير يقدم على هذا. طيب. اجل تبين نسكت على هالمخالفات؟ لا لا نسكت، والوضع يمشي على ما هو عليه، لو حتى لو كانت الانتخابات في رجب يعني ما هي بعيده. العفو، لا نسكت، التسبيب شيء واتخاذ القرار شيء اخر. من وضع النظام حدد صلاحيات كل يعني مركز نظامي لكل شخص. التسبيب شيء، نعم يوجد مخالفات، لكن من الذي يتخذ القرار؟ هل هي الجمعيه العموميه؟ أم الوزير؟ الوزير اغتصب السلطة ليست له، هذا من حق الجمعية العمومية، على الجمعية العمومية أن تنعقد وتعرض عليها المخالفات المالية حتى لو كانت وزارة العمل حتى والتنمية الاجتماعية هي الجهة الإشرافية والمظلة اللي تندرج تحتها حتى وإن مجلس لأن العبرة بالتنظيم الصادر من مجلس الوزراء هو الأساس. لو أعطى للوزير ذلك الحق نعم، لكنه لم يعطه ذلك. طيب بس بنسأل سؤال، ولا يوجد نص نظامي. الجمعية العمومية هي المهيمنة. طيب بنسأل صاحبة السؤال. القرار دقيقة محمد بس خلي وصل الفكرة، وهي صاحبة القرار الأقوى، الجمعية العمومية. نعم، وفي طبعا في احد من الوزارة في الجمعية العمومية، مجموعة معينين لا لا في المجلس موجود فيه في المجلس. ليش هم سووا هالكلام؟ لانه ممثل اكثر من، بس ما هو بس من وزارة الشؤون الاجتماعية، في من وزارة الزراعة، في من وزارة التجارة، في الوزارات اللي الجمعية التعاونية متنوعة المتنوعة. بس احنا بنسأل سؤال، اذا الوزير له حق تعيين معناته ما يقدر يحق تعيين، اذا صار انتخاب معناته يوافق، معناته يعين إذا كان فيه مشكلة أنه يشيل ويبدل. هذا معناه. طيب هذا اللي نفهم. بس هذه نصوص. لا محمد، يعني من له حق التعيين أليس له حق كذلك الإعفاء؟ ليس كذلك، لأن العبرة بالنص النظامي، لأن هذه نصوص آمرة يعني ليست نصوص جوازية. المشرع أو المنظم يقول لك حق تعين، لكن قد يقول لا، ليس من حقك أن تعزل، قد يكون هناك جمعية عمومية هي التي تعزل وهكذا، أو تحل أو تحل. فلذلك النص واضح، وهذه ثغرة موجودة، وأنا مستغرب كيف فاتت على المنظم. طيب محمد، وش ملاحظاتك أنت على مجلس إدارة الجمعيات التعاونية؟ شوف أنا إيش اللي بقول، الملاحظة يعني الجوهرية إنه الأشخاص اللي موجودين من الجمعيات الثانية ما تتغيرون، ما تشوف أوجه جديدة. يعني أنا بأضرب لك مثال، النائب هو كان فترة طويلة يمثل جمعية وصار رئيس يعني. فمعناته أنت ما تسمحون بوجوه جديدة، هذه الملاحظة اللي أنت جوهرية. ثاني الملاحظ على المجلس يعني على نظام الجمعيات، أنه ما خدم الجمعيات بمعنى آخر يقوم بالدور اللي هو مطلوب منها. أنا أجيب لك مثال، يعني مثلا ترى بالمناسبة نظام الجمعيات التعاونية في المملكة عمره تقريبا 55 سنة، لأنه صدر عام 82 هجري. خلال هالفترة هذه كم تشكل من جمعية في المملكة؟ 223 جمعية أو 22 جمعية تعاونية في المملكة كلها. الآن لما تجي خطة المجلس اللي مكتوب في
موقعهم انهم خلال من هنا لسنة 2020 يعني خلال 3 سنين نبي نسوي 5000 جمعية. هذا يعني ما هو يعني عندك هذا التصور حقهم تصور غير عملي وغير منطقي، انه خلال تقريبا 55 سنة ما جبت الا 200، خلال 3 سنوات تبي تضاعف الجمعيات 25 مرة ما تجي. فمعناته يعني انت الان كجمعية مفروض تحل مشاكلهم كجمعية، انت مجلس ايش الهدف منه انشاؤه؟ يحل مشاكل الجمعيات ويتبناها، وليس انه ينشئ للموجود يدافع عن حقوقهم ويطالب بمستحقاتهم. هل هو قام بالدور هذا؟ هذا هو السؤال اللي نحن لا نتنسى. انت ما انت قريب من المشهد حتى الا قريب حتى تعرف انه هل هو قريب ولا لا؟ لا نحن ما قاموا في الدور هذا. انت تطرح تساؤل تبي انا اجاوب عليه ولا المشاهدين يعرفون؟ لا احنا نبحث على العموم، على العموم. انت اللي عطني المعلومه، عندك المعلومه. عندنا المعلومه، انا اقول لك انه ما قام بدوره. لو ما قام، لو كان قام بدوره كان صار وضع الجمعيات التعاونيه بالمملكة افضل كثير، والناس في هالوقت محتاجه للجمعيات التعاونيه اكثر من الوقت الماضي، لان ظروف الحياه صارت صعبه، دخل الناس قل، فهم حاجة بالذات للجمعيات التعاونية على أساس أنها تقدم الحاجة لهم بسعر أقل بتكلفة أقل ويعيد لهم جزء من العائد. طيب أنا بسألك سؤال بس ضمني بس. قل. ويعني وتحمل صراحتي. لا عادي عادي. وما تنظر إجابتي. لا لا أبدا. ليش هالمشاكل يعني معلش برجع لجمعية حماية المستهلك. يعني انت رئيس جمعيه يعني وانا صاحب الفكره وانا المؤسس. طيب انا بخن بكمل اطرح سؤال. قل. طال عمرك انا كنت الخصم والحكم في جمعيه وانت بعد ما انت كلكم يعني من ايام ما جمعيه حمايه المستهلك مشاكلكم قاعدين ذا، والحين جت في الجمعيات التعاونيه ونفس الطريقه يا جماعه، وش السالفه؟ قلناك خير الجيل. طيب بسالك انا الحين سؤالي، هل هي نزاعات شخصيه قاعدين تصفون على حساب مصلحه عامه؟ لا والله ما نعرف ابدا التهم ولا شيء الا من العمل يعني، ولا اي علاقه ولا اي مصلحه شخصيه ولا لنا من الناس هذول. بالعكس نحن الان نتكلم عن شخصي، انا ما جيت لجمعيه المستهلك اي عمل تطوعي الا هدفنا مساعده الناس. الحين وين مكانك؟ باي جمعيه؟ في مجلس الجمعيه التعاونيه؟ لا هالحين لا طبعا. الحين متفرغ؟ الحمد لله. ما انت معي جمعية؟ لا عندنا جمعية ثانية بنسويها جدد بعد. طيب انت بتصير عضو ترى جزاك الله خير. لكن وش اشكالية؟ يعني نفس بس بشكل اخر قاعد ما بقول لك تبي انا والله قاعد استحضر الحين كلامك. كان جاوبك انت. انا الان قاعد استحضر البلبلة والمشاكل والمناكفات الاعلامية اللي صارت ايام مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك. الان قاعدة تتوسع على نطاق اوسع، مجلس ادارة جمعيات تعاونية. خل جابك بصراحة، كثير من الناس اللي يجون للأعمال التطوعية أو ما احنا نقول كثير، بعضهم يجي هدفه الوجاهة والظهور، عرفت، وليس هدفه أنه يثري العمل التعاوني، وهذه مشكلة كبيرة في العملية. تقصد من؟ ما نقصد، احنا نتكلم بصفة عامة، ما نتكلم أشخاص ولا هو بهذا المكان. يخشى المقاضاة. نعم متعودين احنا. طبعا بس بقول نقطة، أي أحد طبعا بإمكانه، احنا تواصلنا مع التويم، كنا نتمنى أن يكون معنا بمداخلة هاتفية له، كان رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السابق اللي حل يعني حل بقرار وزير العمل، لكنه اعتذر يعني حتى عن المداخلة الهاتفية، فيبقى حتى لو ذاب حق الرد له مكفول، وجهات النظر كلها تتواجد على طاولة البرنامج. طيب في فمك ما باقي شيء تبي تقوله حول هالموضوع؟ لا احنا بنتكلم شوف ما دام احنا جينا هنا في مهم جدا صراحه، يعني انه لازم تفعيل الجمعيات التعاونيه بالمملكه، لانه نحن في حاجه ونحن مجتمع تعاوني، فلذلك احنا الان ايش نبي نقول؟ لابد الجهات الحكوميه تهتم وتدعم الجمعيات التعاونيه. عشان تقول لا محمد لا تقول ما موضوع هذا محمد لا تقول، بنتكلم عن جمعيات مؤمنين بالجمعيات خاصه في مثل هذا التوقيت. صحيح. وجود جمعيات تعاونيه مثل تجارب بعض الدول الخليجيه. صحيح. الكويت وغيره اللي في جمعيات تعاونيه وتلقى فعلا يعني لها اثر جدا رائع على المجتمع. بس انا خلينا الحين نحل المشكله، اذا عندك الراس خربان تبي تصلح باقي الجسد بيصون انتخابات قريبه نصلح. اذا طيب تفضل دكتور. لما نقرا قرار وزير العمل يقول انه بناء على اللائحه التنفيذيه كذا كذا وبناء على ما تبين من خلال الزياره الميدانيه لمجلس الجمعيات التعاونيه التي تمت خلال الفتره من 1 الى 5/11/1400 وما تضمنه تقرير الزيارة من ملاحظات إدارية ومالية على مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية وبناء على ما عرضه سعادة وكيل الوزارة. طيب في زيارة ميدانية ليش ما حققت مع الناس هذولي؟ بين للمجتمع في مخالفات مالية وإدارية، هذه فلوس هذا مال عام. طيب لماذا لم تحضرهم؟ لماذا لم تحقق معهم؟ لماذا لم تنشر نتيجة التحقيق؟ أما تحط لي شيء مبهم، أنا أعتقد الوزير في قراره مبهم وغير واضح، ولا أعتقد أن هذه من الأمور السيادية التي لا تنشر. طيب في لماذا لا تنشر؟ طيب أين الذين خالفوا؟ طيب ما هي مخالفاتهم المالية والإدارية؟ طيب لماذا لا يحاسبون؟ طيب لماذا لا يحاسبون؟ زيارات ميدانية
تم التثبت من خلالها بوجود مخالفات إدارية ومالية. إذن من المفترض مثلا أن تدخل ديوان أي جهة، ديوان المراقبة العامة، الرغبة العامة، ديوان نزاهة مكافحة الفساد، من يمكن يتدخل حتى كذا؟ شوف أنا معلش، أنا المسألة محمد، المسألة ما هي بمسألة رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة للجمعية التعاونية حل بقرار من الوزير وجاء مجلس جديد. المسألة إذا وجد مخالفات إدارية ومالية وتم فعلا يعني مد اليد على المال العام أو مخالفات إدارية، هذا يجب يحاكمونه ويحاسبون. هذا الذي أنا أقوله بكل قوة، يجب ديوان المراقبة، هيئة التحقيق، هيئة مكافحة الفساد، كل الجهات الرقابية. صحيح. عندنا الرقابة المالية السابقة هي لوزارة المالية واللاحق. تضع الضوابط. الرقابة اللاحقة ممثلة في ديوان المراقبة العامة، يكون معها أيضا هيئة التحقيق والادعاء العام في حال وجود مخالفات، أيضا يوجد معها الآن هيئة مكافحة الفساد، يجب أن تتدخل. طيب يا معالي الوزير، أشرت إلى مخالفات مالية وإدارية، هل حاسبت هؤلاء الناس؟ سؤال مطروح على معالي الوزير، عليه أن يجيب وعليه أن يوضح للناس ما هي هذه المخالفات المالية والإدارية، أين ذهب المال العام؟ مخالفات مالية، هل هناك ناس أخذوا مال من المال العام؟ يجب أن يحاسب. هذا السؤال اللي يطرح نفسه بقوة. أصدر قرار وأضع له حيثيات، طيب هذه الحيثيات حاسب هؤلاء الناس، لم نرى أي محاسبة. تتغير المجالس، تجي مجالس، تروح مجالس، طيب إلى متى؟ المال العام ليس نهبا لمن هب ودب، هذا حق للمجتمع، للناس، يجب أن يحاسبون الناس الذين حصل منهم هذه المخالفات الإدارية والمالية. و توقع يمكن وزارة قاعدة تشتغل على هذا الملف مثلا مع الجهات الرقابية، لكن لم توضح فيها. هذا كان قرار يعني إعفاء مجلس الإدارة وحل مجلس الإدارة. طيب. وتكليف مجلس إدارة مؤقت، لم تذكر التفاصيل في هذا القرار. القرار كان موجه لمين؟ لرئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية. ما لا، هو موجه لحل المجلس، لكن السؤال الحيثيات هذه، طيب أبينوا لنا هل حاسبتم أحد؟ أنا من خلال تقصي للموضوع لم يذكر لي أن أحد استجوب وحقق معه. طيب وين زيارة ميدانية اللي قالوا؟ هم قالوا كذا، لكن السؤال أين النتيجة؟ على الوزير أن يفصح عن هذا الأمر. يقول والله حققنا مع مجموعة من الناس، وجدنا مخالفات مالية قدرها كذا، وجدنا مخالفات إدارية، والله أحد عين، أحد أقاربه عين كذا عين كذا، ما هي المخالفات؟ بس هذا هو المسؤول، هذا ما هو بس مسؤولي. هذا ملف من مسؤوليته. يعني مو من مسؤوليته. لا مسؤوليته. لا لا، هل من مسؤوليته أن يعلن الفساد والمفترض ما عندي مشكلة. لا يرتبون رتب مع الجهات الرقابية. ما عندي مشكلة. ويا الجهات الرقابية يكفي تسترا على الفاسدين. ما عندي مشكلة. يكفي تسترا على الفاسدين. أنا لا أطلب منها أن يعلن، أطلب منه يبين خطواته، لم يبين، اكتفى قال زيارات ووجدنا مخالفات إدارية ومالية. طيب ماذا عملت؟ لماذا لم يقل يصدر قرار آخر أنه إحنا وجدنا ناس حققنا مع كذا، اكتشفنا كذا، اكتشفنا أموال أخذت، اكتشفنا تعيينات إدارية غير سليمة؟ بس أبو عمر كلامه، سوى أمين عام من الوزارة الآن على أساس هو اجتمع مع الموظفين، الآن هو بيدير المجلس، هم بيجهزون مؤقتا للانتخابات الرجعية. لا بس حط أمين عام للمجلس غير الرئيس، حط أمين عام من الوزارة الآن يصير يدير العمل على أساس يكشف الأوراق. هذا يعني يمكن قد تكون هذه المرحلة مرحلة التدقيق، بمعنى أنه الآن يعني معناش جيبولنا قوائم الحسابات، جيبولنا المسيرات، جيبولنا يا حق الميزانية وحق المصروفات، وين صرفت الأموال. أحسن احنا نقول يا مع الوزير الكرة في مرماك. مو كذا بس، حتى اللي بالجمعيات التعاونية مفترض أنهم يستدعون. يا جماعة هل فعلا وجه لكم الدعم كما أمر بالأمر الملكي؟ 200 مليون رصدت الجمعيات التعاونية، ما ندري. هذا هو السؤال، ما ندري، هي راحت الجمعيات التعاونية، راحت نثريات، راحت وين؟ ما ندري. راحت سفريات، ما ندري. راحت لا ما ندري. لا يبقى وجهة نظر، في تساؤل مطروح. نعم، في تساؤل مطروح، وحتى حرصنا انه وجهة النظر الاخرى تكون موجوده، يعني تكون معنا يعني موجود رئيس مجلس الإدارة. على كل الرئيس المجلس الحين يعني موجود في الاردن، يعني عنده مؤتمر، متابع اخبارهم. انت ايه بعد ما صار الموضوع ذا حريص عليهم؟ لا والله ما أنا حريص. ها بس قال لي ابو عمر، والله ما قال لي ابو عمر، انا ما ادري عنه الا منه، هو اللي قال لي. الشيء العجيب طال عمرك ان في التنظيم الوزير لم يعطى ادنى سلطه، مع اني انا اطالبه الان ابغاه يسعى الى هذه انه يعدل في النظام ويصلح. ليس له ادنى سلطه تجاه المجلس، سواء بالرقابه او الاشراف او التوجيه،
فضلا عن حل مجلس الإدارة، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمال. طيب جمعية عمومية متى تنعقد؟ ما تنعقد إلا في السنة مرة مرتين بالكثير. طيب نفترض مجلس الإدارة المحل اللي تم حله حل. يقدر يرفع قانونيا إذا لحقهم أدنى ضرر أو أي ضرر؟ نعم، يعني لنفترض نجي منهم مثلا أستاذ جامعي إيه؟ طعن في نزاهته المالية والإدارية، لنفترض الدكتور ناصر التويل أستاذ جامعي معروف وكذا. طيب أنت أشرت إلى أن عنده أخطاء مالية وإدارية، ما هو موقفه أمام زملائه من أساتذة الجامعة، أمام طلابه؟ أعطى حق الدفاع. والله احنا في البرنامج اعطيناه الحق، اعطيناه دكتور بالعكس دكتور ناصر حريص انك يتواجد معانا وما زالت دعوتنا. بس دقيقه، بس دكتور ناصر ترى مسافر، عنده انتداب يمثل الحكومه، عنده اي بس بس دكتور عمليه في عمان، احنا كنا نبغى مداخله، يعني انا لا ادافع عنه، نبي مداخله هاتفيه، بس احنا في كل الاحوال حق الرد مكفول لاي احد يمكنه يعني يمثل وجهه نظر مجلس الاداره اللي احل بقرار من معالي وزير العمل. طيب انا قطعت فكرك انت بتوصلها انت. أي نعم، اللي هي أنا أقول إذا يعني نسبت إلى أي إنسان خطأ معين حقق معه، لابد أن تسمع دفاعه، تسمع أقواله. إيه بس أنت وبناء عليه. بس أما تقولي أخطاء مالية وإدارية، طيب ما أنا هل هو مخول أن يفصح عنها؟ طيب لا تفصح، ويقول أنه الحين أنت توصل القرار كله مو بيده أستاذي الكريم. طيب أنت الحين لا تفصح، أنت قاعد تناقض بنفسك الحين، تقول لي مو بيده أنه يعني يصدر قرار حل المجلس من وزير العمل، هذا الحل، وأنت الحين تقول لي لا من المفترض أنه يوضح وش المخالفات الإدارية والمالية. الحل شيء، واستجواب من ينسب له الخطأ شيء آخر. عندما يقول والله أنا وجدت أخطاء مالية وإدارية، طيب هل استجوبت هؤلاء الناس؟ أنا من خلال تقصي الموضوع لم يستجوب أحد ولم تسمع أقوال أحد، أنا لا أدافع عنه. طب واللجنة اللي سوى ذي راحت للأشراج جسد خربت باللجنة اللجنة راحت وفتشت في الأوراق ولا كلمت أحد ولا شافت أحد ولا ولا. أنا أتمنى أن أعضاء هاللجنة يقولون والله تكلمنا مع فلان مع زيد مع بيت، أنا لا أدافع عن من يخطئ سواء ماليا أو إداريا، أنا أطلب العدل والإنصاف سواء في حق المال العام أو في حق الأشخاص. طيب دكتور محمد الوضع يعني معليش أنا في النهاية اللي يهمنا يا هل المجلس يقوم بدوره ويدعم منظومة العمل التعاوني عندنا يعني واللي هي لها أهمية كبيرة الآن، يعني المجلس كل ما عدنا به يا أخي إذا كانت الدعوة كلها مشاكل إدارية ومالية وأموال ترصد لأجل تدعم الجمعيات التعاونية ولا أثر لها مثلا ولا في أثر ملموس على تطوير مسيرة الجمعيات التعاونية. ما أعتقدش أنه الحل ما يصير المجلس هذا زي اللي زي مكان على أساس أنه عندك أكثر من 200 جمعية، من بيصير يمثلهم أمام الجهات الحكومية والرقابية؟ لازم من وجودهم، لكن إحنا نقول للجمعيات ما تسمح للترشح حد يمثلها إلا إنسان طيب يعتقدون فيه، هذا هو المطلوب. أنا أقول لك الآن أنت يعني كمهتم بالجانب، وش المفترض أنه يعني حتى نطور يعني العمل بشكل يعني يكون أكثر مثالية؟ ما نبي مثالية، نبي عمل فعلا يكون له أثر إيجابي على بلد، وخاصة الأعمال لها هدف سامي، الجمعيات الغير ربحية ومؤسسات المجتمع المدني. صحيح. إذا وجد فيها مشاكل إدارية مشكلة. واحد فكر أنه يخلي مؤسسات المجتمع المدني وسيلة يعني لنفع خاص، هذه مصيبة أيا يكن في أي مجال وفي أي مكان، يعني حتى من يريد أن يمتطي عمل تطوعي لأجل ربح مادي ولا لا تخلط يا أخي ما بين الجانب الخيري أو تستغل تخلي الجانب الخيري أو التعاوني أو اللا ربحي أو العمل يعني للمجتمع هو وسيلة للمقاصد الشخصية. لكن وش نبي من المجلس؟ نبي نطور منظومة عمل الجمعيات التعاونية بالسعودية عندنا. أول شيء النظام الجديد حق الجمعيات التعاونية ترى هذا صادر عام 29، يعني غير النظام القديم، فمعناته حاول أنه يعالج بعض الأخطاء اللي فيه ويسهل أمور إنشاء الجمعيات التعاونية. لذلك احنا الآن الجهات الرقابية لازم تقوم بدورها، هذه ترى نقطة مهمة جوهرية، أنه الجهات الرقابية اللي موجودة بالشؤون الاجتماعية تتابع الجمعيات وتعطيها الدعم على النشر. ثانيا المجلس بالمناسبة ترى في تمثيل لجهات حكومية، مفروض الجهات الحكومية اللي يمثلونها يكونوا في نفس الوقت يكون عندهم روح العمل التطوعي والمتابعة الدقيقة، على أساس أنه هالمجلس هذا والجمعيات تروح المسارها الصحيح الذي أنشأتنا. جميل، شكرا لكم. عندي تعليق أخير. أنا لفت نظري يعني مقولة لمعالي الوزير تذكر له فتشكر، يقول أنه لما اجتمع مع رئيس المجلس الحالي والسابق وبعض أعضاء مجلس الإدارة اعترف مشكورا
بأن الوزارة تتحمل 80% بل 100% من أسباب تعثر القطاع التعاوني بالمملكة عموما، وبالذات تقصير مجلس الجمعيات عن تحقيق أهدافه. صحيح. طيب، ونقطة وانتهى الكلام وانتهت فقرتنا. شكرا لكم للدكتور محمد الحمد، الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك. شكرا كذلك لمستشار القانون محمد السنيدي. قبل ما اختم اقول حق الرد مكفول لكل، يعني حتى لاعضاء مجلس الجمعية، إدارة مجلس الجمعيات التعاونية اللي كان في قرار الوزير بحل المجلس، سواء الدكتور ناصر التويم اللي تواصلنا معه واعتذر، او متى ما بغوا يطلعوا معنا في حلقة يوضحون وجهة نظرهم وش الاشكاليات الإدارية والمالية اللي ذكرت وكانت هي يعني المبرر لحل المجلس. أخيرا، بكل الأحوال وجود رقابة حتى على المؤسسات، ويعني مؤسسات المجتمع المدني الخيرية تعاونية تطوعية كلها، يعني وهذه تحت مسؤولية أكيد يعني اللي تعطي تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، الرقابة على المال العام خاصة اللي يعني ليس ربحيا، اللي المفروض يصرف في مصارف تعود على المجتمع، يجب أن تكون قوية، وعلى من يدير هذه المؤسسات والجمعيات كذلك يجب أن يكون هناك رقابة وتدقيق وعمل فعلا وحوكمة لمثل هذه الجمعيات. فاصل، بعد فاصل نرجع لكم. أهلا فيكم من جديد. نبدأ الآن فقرة رصدنا الصحفي لمقالات الرأي العام من خلال رصدنا للمقال الأكثر قراءة وكذلك المقال الذي نال أكبر عدد من التعليقات، بالإضافة إلى المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا. نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة عكاظ للكاتب خالد السليمان بعنوان السجن عند أقدام الأمهات. يقول: ذكرت صحيفة عكاظ أمس أن التحقيقات المتعلقة بكارثة سيول جدة في عام 2009 كشفت أن غالبية المتهمين بتلقي رشاوى استخدموا حسابات أمهاتهم، بينما فضل بعضهم أن يقبض الرشاوى نقدا للتخلص من أي خيوط تربطهم بالارتشاء، وآخرون لجأوا لغسيل الأموال الملوثة بشراء العقارات وشقق التمليك وإدخالها في دورة بيع وشراء للتضليل في إثبات مصادرها. أما من جعلوا أمهاتهم جسرا لمطامعهم الدنيوية الرخيصة فليتهم بحثوا عن الجنة تحت أقدامهن بدلا من السجن، ومن قبضوها نقدا فستتبخر سريعا كما جاءت سريعا وسيبقى أثرها وجزاؤها. أما من غسلوا الأموال فليتهم غسلوا ضمائرهم لكانت منجاة لهم من عار الدنيا وعذاب الآخرة. وليت الرشاوى تعلقت بمصالح دنيوية وحسب، بل إنها تعلقت بأرواح أزهقت وأنفس فقدت وأسر شردت، وهذه لعمري جرائم ثقيلة وخسائر أليمة لا تتحملها الضمائر مهما نالت من عقاب ومهما أبدت من ندم. ووفقا للصحيفة فإن دائرة استئناف قضائية ستعقد الشهر المقبل في الرياض جلسة جديدة في محاكمة بعض المتهمين من المسؤولين السابقين بعد إعادة فتح التحقيقات والمحاكمة من جديد، وهي في حقيقة الأمر محاكمة للنفوس الجشعة والضمائر الميتة قبل أن تكون محاكمة لخيانة الأمانة ومخالفة القانون. المهم عندما تصدر الأحكام النهائية ننتظر التشهير بالراشي والمرتشي، فمن حق المجتمع أن يعرف خصومه. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتب فهد الأحمري بعنوان هل صلاة الجماعة واجبة؟ يقول: الوهلة الأولى التي أسمع أن هناك رأيا آخر في وجوب صلاة الجماعة كان في جامعة تعد أهم معقل من معاقل الدراسات الإسلامية، كنت حينها للتو التحقت بها كطالب علم. مع التقدم في طلب العلم الشرعي وسلوك الوسطية والاعتدال علمنا أن المسائل الخلافية أكثر من أن تحصى، بينما المتفق عليها مجرد نزر يسير، وأدركنا أن السياق الوعظي والفقهي السائد يبرز الأشد غالبا. دلالات الألفاظ أو ما يسمى المنطوق والفهم يتضح في نصوص عديدة، منها ما ورد في أحاديث صلاة الجماعة. أخرج البخاري ومسلم حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وهو دليل جلي على فضل الجماعة لا على وجوبها، فلصلاة الفرد أجر ولا يجتمع أجر وعقاب معا. ولو كانت الجماعة واجبة لقدمت على الطعام، فقد جاء عند البخاري ومسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فأبدأوا بالعشاء ولا يجعل حتى يفرغ.
أحاديث عديدة تسقط القول السائد بوجوب صلاة الجماعة وعدم صحتها إلا في المساجد، مما ترتب عليه وصم من لم يفعل بالنفاق والفسق ظلما وعدوانا. مع هذا لا نشك أبدا في فضل صلاة الجماعة وخاصة في المسجد وأهميتها من حيث الأجور وعمارة بيوت الله وتلاحم المسلمين واللقاء بالجيران وتحصيل الروحانية، غير أن القول بالإلزام والوجوب أمانة علمية يقتضي الدليل الصريح الصحيح مع مراعاة النصوص الأخرى. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة المدينة للكاتب طلال القشقري بعنوان مسدودة في وجوه منخفضي الرواتب يقول: أنا لا أؤيد الاقتراض من البنوك سواء بشكله التقليدي أو حتى المعتمد من قبل هيئاته الشرعية، فالاقتراض منها معناه رهن الراتب لديها لأمد بعيد. لكن ماذا يفعل المواطن ذو الراتب المنخفض؟ أن الاقتراض يكون غالبا البديل الوحيد لتسيير أمور حياته الأساسية لا الكمالية، وهناك مواطنون كثر في القطاع الخاص ممن راتبهم منخفض أي 3000 ريال وأقل ويحتاجون للمال، ولا توجد جمعيات خيرية ومدعومة من الحكومة تقدم لهم القرض الحسن بلا فوائد. وبعض البنوك الآن وحسب جريدة المدينة قررت عدم إقراضهم، وحصلت الإقراض في من راتبهم 6000 ريال وأكثر، لأن القطاع الخاص يؤخر رواتب موظفيه بما يؤثر على قدرتهم التسديدية، ولا يمكن لهؤلاء المواطنين الادخار للطوارئ من راتب 3000 ريال الذي قد ينتهي في أيام حتى لو انتظم، والبنوك بقرارها هذا راعت مصالحها بكل أنانية. وهكذا سدت في وجوه منخفضي الراتب من كل الجهات: راتب منخفض لا يوفر حياة كريمة، راتب يتأخر ربما شهر أو اثنان أو ثلاثة، وهناك حالات وصلت لستة أشهر، بنوك تستضيف رواتبهم وتستفيد منها حتى لو ضيفتها لساعة واحدة ثم تأبى إقراضهم، وهم في هذا الوضع أشبه بشخص محبوس في كهف له فتحة صغيرة وكلما أراد الخروج منها سدت في وجهه. فشوفوا لهم حل يا جماعة، افتحوا ما هو مسدود أمام وجوههم، فرجوا همهم، زيدوا رواتبهم، اقضوا حوائجهم، فما أصعب أن تسد الأمور أمام محتاج في مجتمع مفتوح الثراء. نبقى في السعودية ونتابع أهم أخبارها من خلال أهم الأرقام. أربعة وثلاثون شابا من جيل الألفية يقودون 30 مشروعا للطاقة المتجددة في عام 2017. 15% خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات بحسب ما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي. 426 وحدة سكنية وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تطويرها شرق الرياض بأسعار تبدأ من 530,000 ريال. 6 إجراءات اتخذتها وزارة التجارة لمكافحة التستر التجاري من بينها مراقبة مصادر الأموال. 15% تراجع في أصول صناديق الاستثمار في السعودية بنهاية 2016. 9.94% ارتفاع في حصة السعودية من الثروات السيادية العالمية في فبراير. القروض الشخصية تسجل أعلى مستوياتها بنهاية 2016 عند 353 مليار ريال. الآن نتابع مقطع اليوتيوب الأكثر مشاهدة في السعودية، كذلك الهاشتاج الأنشط ما بين المغردين والمغردات. من المقاطع الأكثر مشاهدة اليوم: مواطن يوثق تداخل أسلاك الكهرباء للضغط العالي مع بناية تحت الإنشاء. أن صاحب الأرض حرامي متعدي، أو أن البلدية والكهرباء متواطئين لدرجة غير طبيعية. بالله شوفوا الأسلاك ضغط عالي داخله من البيت، داخله شوف هذا العمود، ها جاي من هنا، شوفوا كيف كيف كيف، ها شوفوا كيف، ها ودخل من هنا، ها وبصور لكم من فين خارج، من فين خارج، من فين طلع بعدين. هذا هو الفساد بعينه والله العظيم، يعني استهتار بأرواح الناس ما شفت. وهذا يتحمل الشيء، شوفوا بالله عليكم، شوفوا بالله عليكم، شوفوا بالله، شوفوا شوفوا شوف من طلعت على الأسلاك، أشهد أن لا إله إلا الله، شو الأسلاك من فين طلعت؟ هي إيش هذا يا رجال؟ شوفوا بالله عليكم، شوفوا 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 العمود،
تشوفون هذه فضيحة، هذه فضيحة والله ما ينسكت عليها. ها شوفوا الكهرب من فين جاي، شوفوا ها شوفوا ها، لا عنده أمانة وضمير صراحة. أنا أبغى أعرف الخلل في صاحب الأرض المواطن ولا فين الخلل؟ فين المسؤول؟ بالله عليكم فين المسؤول عن هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لك الله يا بلدنا، لك الله من هذا الفاسدين، من هذا الحرامية. خلاص أكثر من كذا فساد والله ما رأيت، والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اللي بيسكنوا في العمارة هذا وش يكون وضعهم؟ أبغى أعرف هذا، كيف أعطي تصريح؟ كيف أعطي رخصة بناء؟ كيف سمح له أنه يواصل إلى 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 المرحلة؟ خلاص العمارة على وشك أنها تتشطب. هذه الصورة أرجو أنها تنتشر تصل المسؤولين الأكبر مسؤول في الدولة. حسبنا الله ونعم الوكيل. من الهاشتاجز الآن تتداول بين المغردين اليوم مكافحة التستر التجاري، إذ أقرت وزارة التجارة 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري، والدراسات تشير ل200,000 حالة تستر. بس أقول بيض الله وجه المواطن يصور هالعمارة اللي دخلت فيها أسلاك التيار الكهربائي العالي بهالطريقة الغريبة العجيبة اللي ما أتوقع موجودة في أي بقعة في العالم إلا في المكان اللي هو صوره. فنتمنى بس توصل للمسؤولين شوفوا الخلل وين، وهو صادق حتى تعليقه أتوقع أختصر كل الكلام، فشيء مضحك ومبكي والله في نفس الوقت. فاصل ونرجع لكم، ولا قبل الفاصل عندنا تقرير، عندنا تقرير طبعا احنا متابعين دائما المشهد اليمني في متابعاتنا اليومية. التحالف طبعا عزز، التحالف العربي في اليمن عزز الانتصارات العسكرية بالجوانب الإنسانية واللي أدت إلى التخفيف من معاناة المواطنين ورفع آثار فوضى وويلات انقلاب الحوثي وأتباع المخلوع. نتابع هذا التقرير. أسهمت الخطط الإنسانية التي يعدها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية إلى التخفيف من معاناة المواطنين ورفع آثار فوضى وويلات الانقلاب التي انعكست على تدهور أسباب العيش في العديد من المحافظات التي طالتها أيدي الانقلاب. ويعمل التحالف مع المنظمات الدولية والمراكز الإغاثية المتخصصة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديم المساعدات بشكل مباشر ومتزامن لجميع المناطق اليمنية التي يتم تحريرها من الانقلابيين، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على تجاوز آثار وسطوة الانقلاب. وأشارت الحكومة إلى أن تحركات الجيش الوطني المدعوم من قوات التحالف لتحرير الساحل الغربي تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية لإنهاء تلك المعاناة وحماية المواطنين من انتهاكات الحوثي وصالح التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية، وأن ذلك من صميم عمل وواجبات الحكومة كونها المسؤولة عن حماية مواطنيها. وأوضحت الحكومة أن الميليشيا الحوثية تقوم ببيع تلك المساعدات التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة وخاصة المشتقات النفطية والمواد الغذائية في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم في استمرار تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان الحديدة التي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات. وبينت الحكومة اليمنية أنها وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت الإغاثة اللازمة وإعادة إنعاش المرافق الحيوية في مدينة المخا والمدن الأخرى الواقعة جنوب البحر الأحمر بعد أن تم تحريرها من أيدي الانقلابيين الذين استخدموا تلك المناطق لتهديد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.
يا هلا فيكم من جديد. أقرت وزارة التجارة والاستثمار 6 إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري بالمملكة، وذلك ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. المزيد في التقرير التالي. تعتزم وزارة التجارة والاستثمار إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بتكلفة 730 مليون ريال، وسيكون من المشروعات الضخمة التي تهدف للقضاء على التستر نهائيا. وتسعى الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى الحد من حالات التستر التجاري، ما يدعم الشفافية ويرفع الثقة والجودة لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظامي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد. وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على 2 سنين، وبغرامة لا تزيد على 1 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في الاستديو نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات الأستاذ موافق جمال. يعني نغطي هذا الجانب وهذه المبادرة بالتحديد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. حياك الله معنا أستاذ موفق. البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كلنا نعرف وش أثر التستر التجاري على منظومة الاقتصاد عندنا، حتى على الجانب الاجتماعي والأمني إلى آخره، جانب التستر التجاري. ونعرف أنه كثير من خطط السعودة، خطط الإحلال، خطط الاستثمار أجهضت بسبب وجود تستر تجاري. هل يمكن نقول أنه في جدية الآن غير يعني ما تم من برامج سابقة فعلا الاستئصال، يعني هذا يعني أو هذه القطعة الفاسدة في جسد يعني منظومة العمل التجاري في المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الجدية موجودة من ضمن الإجراءات. أحد الإجراءات هو توحيد الجهود بين الجهات المختلفة في الحكومة، والعمل أيضا مع القطاع الخاص. فنعمل جاهدين خلال الفترة السابقة وحاليا وفي المستقبل على توحيد جهود جميع الجهات. التستر التجاري داء عضال وسرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والمنظومة الاقتصادية. إذا ما تضافرت الجهود من جميع الجهات لن يكون هناك سلمي للجهات، يعني خلينا يعني عشان نعرف من هي الجهات المسؤولة عن هذا الملف. نقود في منظومة التجارة والاستثمار ملف التستر التجاري، ولكن نعمل بدرجة كبيرة من التنسيق مع جهات مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة العمل، الهيئة العامة للاستثمار، فجهات مختلفة تنطلق تحت منظومة واحدة، وبإذن الله الإجراءات ستكفل. طيب، النجاح. حدثنا عن هالإجراءات. من أول الإجراءات اللي هو رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك. هذا الإجراء اللي هو بنحاول فيه تحسين الخدمات اللي توفرها منافذ البيع المختلفة. للأسف التستر التجاري ينتشر ويتفشى في جميع القطاعات، معظم القطاعات. حسب يمكن تجزئة هو أكبر قطاع. نعم. يعني يعاني من وضع التستر. حسب توقعاتنا توجد 200 ألف حالة تستر تجاري في أكثر في من المملكة. القطاع الأول زي ما تفضلت التستر، القطاع التجزئة ينتشر فيه حوالي 84 ألف حالة تستر تجاري. القطاع الثاني قطاع المقاولات 86 ألف حالة تستر تجاري، وباقي القطاعات تنتشر فيها بقية 200 ألف حالة.
عدد يعتبر كبير جدا جدا ضخم جدا. هل توجد أرقام لحجم التستر التجاري؟ 200,000 حالة هي الرقم اللي أتكلم ليس عن عدد الحالات، أتكلم عن عدد الأموال، يعني الحجم الاقتصادي لهذا التستر. حاليا ما نقدر نحصرها لأنه في تستر على مستوى جدا صغير وتستر على مستوى متوسط وتوسط. بس خليني أوضح للمشاهد إيش معنى تستر تجاري، واضحة بس خلينا نزيدها توضيحا. يجيك واحد مثلا عمالة، يعني عامل من جنسية أي إن كانت، مثلا خلينا نقول قطاع مقاولات، ويجي واحد مثلا من جنسية عربية ولا أي إن يكن، تلقاه مقاول عنده خبرة في البناء، وطلع سجل تجاري باسمك الله يهينك، والشغل حنا بنشتغله ونخلص أمورنا ونعطيك نسبة. ويا كثرهم اللي تاجروا بالفيز من قبل، أتمنى أنه ما عاد إن شاء الله ما عاد فيها الموضوع، وإن كنت أشك في ذلك، وجب هالعمالة سيحوا في الأرض، استنزفوا موارد البلد، حصلوا أكثر ما تستطيعون أن تحصلوا من أموال، أعطوني بنهاية الشهر 5,000 ولا 10,000 وأنا ما لي علاقة فيك يا العامل. هذا اللي صاير، هذا صاير حتى في قطاعات التجزئة، في المحلات، في البقالات، العمالة يبيعون يسلمون كاش، يعني أموال تكدس، وأحيانا راعي البقالة ما يدري وش الداخل والطالع، أعطوني 5,000 ولا مغسلة ملابس، نص يعني الجانب التجاري عندنا بهذا الشكل قاعد يدار. أكيد، ولتحديد الحل لهذه المنطقة، واحد من الإجراءات اللي هو مراقبة مصادر الأموال. بإذن الله تعالى سوف نفرض على المنشآت المختلفة فتح حسابات بنكية. يعني معناته بنفتك من موضوع الكاش. أكيد بإذن الله تعالى، يعني لأنه ما في رقابة، يعني أنت قاعد يجمع يكدس الكاش، والكاش حتى في حتى يعني خطورة أمنية حتى، يعني طبعًا. مش بس حتى في مسألة تستر ولا اختلاس ولا فساد، حتى من جانب الأمني لها دور طبعا. ويتم التنسيق حاليا والعمل مع مؤسسة النقد لفرض فتح الحسابات البنكية. حتى البقالات مثلا، كل المنشآت. خلينا نوضحها أكثر. التعامل في القطاعات التجارية الآن مبني على التعامل النقدي، مو بس فقط في عمليات البيع للمستهلكين، ولكن أيضا في عمليات الشراء من الموردين، وهذا بيسبب نقص في نمو منافذ البيع. لأنه إذا ما كان في سيولة متوفرة لدى منافذ البيع بمستويات معينة، الموردين بيرفضوا التوريد لأنهم بيستلموا مقابل توريد بضائعهم نقدا. زي ما ذكرت سابقا، الجهود متضافرة، فتقابلنا مع موردين كثير في المملكة العربية السعودية وناقشنا إيش الحلول اللي ممكن نضعها على الطاولة. ومن الفوائد اللي ممكن يستفيد منها منافذ البيع، إنه إذا ضمننا أنه منافذ البيع تدفع للموردين عن طريق حسابات بنكية، فالموردين مستعدين أنهم يوفروا لهم خطوط حسابات آجلة، بمعنى على التصريف. بالضبط. فكل ما كان في دفعات بنكية، كل ما كان المورد عنده الاستعداد أنه هو يبيع بالآجل، فبيبيع كميات أكبر، فبيوفر خدمات أفضل للمستهلكين، بيجدوا البضاعة اللي يبغوها على الرفوف. جميل، احنا مكملين معك أستاذ موفق جمال، لكن أستاذينك وأستاذنا المشاهدين بفاصل قصير، بعد الفاصل نعود لكم. يا هلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري واللي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن مبادرات التحول الوطني. يتابع معنا الحديث عنها نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات الأستاذ موفق جمال. موفق، طيب خل يعني نؤمن بأنه عندما توجد فوضى
مثل ما هي موجودة الآن ستبقى أنها طاردة وغير محفزة لوجود استثمار حقيقي. تنظيم سوق العمل اللي كثيرين تحدثوا عنه أنه يحتاج إلى مشط الجراح يعني حتى يعالج هذا السوق المشوه واللي أوجد حالات التستر التجاري اللي قاعدين نتكلم عنها. مثلا أضرب لك مثال، لنفترض عندنا سوق مثل سوق البطحة الآن، آلاف مؤلفة من العمالة من خارج المملكة يباع ويشترى في تلك المنطقة المحظور والممنوع يعني والمصرح وغير المصرح، حتى مع الحملات اللي التفتيشية اللي تقام وهي يعني ما لم تستطع أن توقف يعني هذا المكان، يعني مثل سوق البطحة على سبيل المثال وغيره كثير، الصواريخ في جدة وغير، خذ 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 وخلي يعني هذه ما هي بتستر، ذي هذه عين عينك يعني هذه عين عينك كأنها منطقة أنا ما أدري شو أصورها، لكنها كأنها منطقة مشتبعنة يعني تمام، وتدار بعمالة وافدة خذ فيها التستر وخذ فيها البلاوي المنيلة. خليني أخذ خطوة واحدة وراء، بس علق لي على هذه لأن مضيق صدري، حعلق لك عليها طيب. إن شاء الله نأخذ خطوة واحدة وراء. برنامج مكافحة التستر التجاري سيطبق على مراحل، زي ما قلنا في قطاعات ضخمة فيها تستر تجاري مهول، التجزئة هذا قطاع لحاله ضخم، في قطاعات صغيرة تحته، المنافذ البيع الصغيرة، خدمات الطعام الصغيرة، فإحنا حنبدأ قطاع قطاع، هذا أول شيء. يعني لن تبدون دفعة واحدة، لا تأخذون قطاع 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 قطاع. الهدف من أخذها قطاع قطاع عشان نركز الجهود ونبدأ نحقق نجاحات عشان نطبقها في القطاعات الأخرى. مثلا عندنا في أول قطاع حنبدأ فيه اللي هو قطاع التجزئة. قطاع التجزئة ينقسم إلى جزئين، جزء التقليدي وجزء الحديث. التقليدي اللي هو مثلا البقالات اللي موجودة اليوم، إيش هي أوصافها؟ تكدس في البضائع، ضعف في التكييف عشان يوفروا في الكهرباء، عدم وجود برادات كافية، عدم وجود نظافة كافية، عدم 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 عدم. وهذه شغلات البلدية المفروض صح؟ المراقبة عليها. المراقبة، المعايير والمقاييس والمواصفات اللي موجودة للأسف القطاع التقليدي من التجزئة بيشتغل على الحد الأدنى منها وبيمشي. فإحنا اليوم بنعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير مواصفات ومقاييس ومعايير ترفع من مستوى التجزئة التقليدية إلى مستوى التجزئة الحديثة، وبذلك يصير في منافسة عادلة. جزء منها حيخدم خلق الوظائف للسعوديين، السعوديين اليوم بيعزفوا عن العمل في قطاع التجزئة التقليدي، ليش؟ بسبب ظروف العمل السيئة اللي موجودة. ولا يقدر معلش يواجه عصابات من العمالة اللي قاعدين مع بعضهم يواجهون أي مخطط سعودي يبون يسعودون قطاع، يجون دول يلتمون على بعض. بالتأكيد. وضد السعوديين. بالتأكيد، ولكن إذا فرضنا مواصفات ومعايير ومقاييس تساوي بين التجزئة التقليدية مع التجزئة الحديثة حيرتفع مستوى ظروف العمل في التجزئة التقليدية، وحيصير في محفزات للعمالة السعودية للانخراط في التجزئة التقليدية. هذا بدوره حيوفر خدمات تسوقية أفضل للمستهلك، تواجد بضائع أكثر، تواجد ماركات أكثر، تواجد عروض ترويجية أفضل وأسعار أقل وأسعار تنافسية، فيصير المنافسة عادلة ما بين التجزئة الحديثة والتجزئة التقليدية. طيب رجع للبطحة. البطحة نفسها اللي هي خلينا نقول التجزئة التقليدية، فبإذن الله إذا فرضنا معايير ومواصفات ومقاييس لازم كل اللي في البطحة واللي في الصواريخ في جدة واللي في غيرها ترفع من مستواها، بالنسبة للنظافة، بالنسبة لتكدس البضائع، بالنسبة لعدد الموظفين اللي موجودين في المنفذ. فهذه المواصفات والمقاييس بإذن الله حتكفل أنه تحل بعض الأمور اللي موجودة في التستر التجاري. بس بالحالكم ما تقدرون أكيد، عشان كذا يعني معلش يعني وين يعني في تشابك الأدوار، وهذا اللي يخوفنا في كثير من الأحيان لما يكون مثل
ظاهرة تستر هذا السرطان اللي يجب أن حقيقة يواجه. مو بس أنتم بالتجارة مسؤولين عن جزئيات، أنتم وزارة العمل، الداخلية كذلك، الجوازات مثل الجوازات وغيرها، في عدة قطاعات متشابكة. لذلك أحيانا الموضوع اللي له ارتباط بأكثر من جهة، يعني نعرف أو يجينا أحيانا شيء من الإحباط أنه راح يحل بكل صراحة، وهذه وجهة نظرنا. يعني دائما نقول لك المواضيع اللي متشابكة فيها أدوار أكثر من جهة حكومية غني ليل ما أطولك. هل يمكن نقول لا والله برنامج وطني مكافحة التستر التجاري إن شاء الله بيعطينا بارقة أمل؟ من مكاني هذا أحب أكد لك أن الحراك جدا كبير جدا ضخم، والحراك ليس فقط من منظومة التجارة والاستثمار، ولكن أقدر أقول لك أنه إحنا ما بننام في التنسيق مع الجهات المختلفة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة العمل، الهيئة العامة للاستثمار. فالتنسيق العدل في علاقتهم بالموضوع، العدل في التستر التجاري كنظام كامل كمشرعين وكعقوبات. فإحنا بنعمل ليل نهار بإذن الله تعالى عشان نوصل لجهود موحدة ومتضافرة لحل المشكلة هذه بإذن الله تعالى. نتمنى ذلك إن شاء الله بإذن الله. نتمنى هذا البرنامج يسهم في القضاء على هذا الداء، موضوع التستر التجاري. شكرا لك ويعطيك العافية على تواجدك معنا الأستاذ موفق جمال، نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات. شكرا لكم لمتابعتكم لنا مشاهدينا الكرام. وصلنا لختام ما لدينا على طاولة يا هلا هذا المساء، غدا إن شاء الله نصافحكم كالعادة 8 مساء. بعد الفاصل الزميل يحيى الأمير ينتظركم في يا هلا الليلة، كونوا معه على الموعد. أمانة أودعكم غدا إلى الموعد، في أمان الله.